وصحبه أجمعين. مشاهدي الكرام، مستمعي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جريا على عادتها وزارة التربية في مثل هذه الأيام المباركة الجميلة التي تسعى من خلالها أيضا تقديم النتائج الطيبة والمباركة، عام دراسي كان مليئا بالجهود والمثابرة والتي تتكلل اليوم بالنجاح والفرح، بل الأهم من ذلك النسب التي يسعى إليها الأبناء لمواصلة المستقبل كل في مجاله وتخصصه. جهود بذلت من جميع المجالات طبعا للوصول إلى الثمر التي تنصب اليوم لصالح الوطن بإذن الله تعالى. نحييكم من هذه القاعة التي من خلالها سيتم الآن تحت رعاية معالي وزير التربية ووزير التعليم العالي الدكتور نايف فلاح مبارك الحجرف إعلان نتائج الثانوية العامة بقسميها العلمي والأدبي والديني للعام الدراسي 2012-2013، حيث سيبدأ معالي الوزير باعتماد النتيجة أولا ومن ثم نستمع إلى كلمته بهذه المناسبة. تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. أسعد الله أوقاتكم بكل خير من خلال القنوات الإعلامية المختلفة، من خلال هذا البث المباشر على قناة تلفزيون الكويت. أحب أن توجب التحية والتهاني لجميع أبنائنا وبناتنا الطلبة الذين اجتازوا اختبارات المرحلة الثانوية اللي هذا العام 12-13. فبسم الله وعلى بركة الله نعتمد بداية النتيجة. المراحل أو القسم العلمي والقسم الأدبي وأيضا التربية، مدارس التربية الخاصة والمعهد الديني. في هذا العام بلغت نسبة النجاح في التعليم أو في القسم الأدبي موجود عليه في القطاع الحكومي 86.4%، وفي التعليم الخاص 82.3%، في المراكز في القسم الأدبي 62.1%، وفي المنازل القسم الأدبي 20.4%. في القسم العلمي بلغت نسبة النجاح في التعليم الحكومي 90.1%، في مدارس التعليم الخاص 91.3%، وفي المراكز 59.4%، وفي المنازل 17.1%. التعليم الديني نسبة النجاح 94.1%، في المراكز 93.2%، وفي المنازل 43.4%. في هذا العام تم إعلان النتائج للأوائل، الأول في القسم العلمي على الكويت والأول بالقسم العلمي من الكويتيين، وأيضا الأول بالقسم الأدبي على الكويت والأول بالقسم الأدبي من الكويتيين، وأيضا أوائل التعليم الخاص والتعليم الديني من قبل سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك الحمد الصباح، حيث حرص سموه على إبلاغ المتفوقين باتصال مباشر من سموه بنتائجهم وأيضا تمنياته وتبريكاته لهم بدوام التوفيق واستمرار النجاح. راح تأخذون أحد الحين على الهواء ولا ما؟ إن شاء الله في اتصال ويا الإخوان، إن شاء الله أول ما يوصل الاتصال نعلن. أيضا يا ريت نعلن. نعلن النتائج. راح نبدأ في حصل على المركز الثالث في التربية الخاصة نورة داود الكندري كويتية الجنسية في مدرسة ثانوية الرجاء للبنات بنسبة 87.41%، هذا بالقسم العلمي.
المرتبة الثانية جاسم محمد جاسم الحمر، كويتي، ثانوية الرجاء البنين، 87.52%. والمرتبة الأولى في التربية الخاصة القسم العلمي حسن علي حسن سلامة، لبناني الجنسية، في مدرسة الرجاء الثانوية البنين، بنسبة 92.22%. في التربية أخبار طيبة، أتمنى لك كل التوفيق إن شاء الله حسن. الله يخليك يا رب، وبشكرك على الاتصال، صراحة أفرحني صراحة. ألف مبروك إن شاء الله. الله يبارك فيك ويخليك. بالتوفيق. الله يسلمك. مع السلامة. مع السلامة. واصل في التربية جاسم الحمر. ألو. ألو. ألو، هلا والله. هلا جاسم. أنا والله والده. حياك الله، كيف الصحة؟ الله يطول عمرك يبارك فيك. مبروك نجاح جاسم. الله يبارك فيك ويطول عمرك. حصل على المرتبة الثانية في مدارس التربية الخاصة بالقسم العلمي، وبنسبة 87.52%. الله يبارك فيك ويطول عمرك، جزاك الله خير. وأنا أعتقد أن وصلتكم المعلومة قبلي. والله والله توني أدري عنها يا طول العمر. ألف مبروك إن شاء الله. الله يبارك فيك. مبروك، جزاك الله خير. سلام حبيبي، نتمنى له ان شاء الله كل التوفيق ان شاء الله. الله الله يوفقك. سلام يسلمك، طول عمرك، بلغك فيه. مشكور، طال عمرك. شكرا يا ابو حسين، مع السلامه. ال منو؟ الو الو، السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله. الو الو، اهلا بروج. اهلا وسهلا، حياك الله. الله يحييك، ألف مبروك. الله يبارك فيك ويطول كثير. قولي لنا شنو النسبة اللي حصلتي عليها؟ هلا قولي 99.95، صحيح؟ نعم 99.95، صحيح؟ ألف مبروك. الله يبارك فيك. مروج الأولى على الكويت في القسم العلمي بنسبة 99.95%. الحمد لله. من مدرسة أنيسة بنت خبيب الأنصارية الثانوية المشتركة للبنات. ونتمنى لك كل التوفيق يا بروج. شكرا. تم الاتصال فيك؟ أي بروج، تسمعيني؟ أي عم أسمع. منو أبلغك بالنتيجة؟ لا، الشيخ رئيس رئيس الوزراء. سمو رئيس مجلس الوزراء. أي. يلا ألف مبروك. الله يبارك فيك. أتمنى لك كل التوفيق إن شاء الله يا بروج. شكرا كثير، وبدي بس أشكر كل حدا يعني ساعدني حتى لو شوي بإني أوصل لهون، مدرستي وأهلي وكل الناس يعني، والكويت والأمير وسوريا وكل الناس يعني. الحمد لله. ألف مبروك، ألف مبروك. الله يبارك فيك. وتهاني الأسرة. معانا الاول من الكويتيين. الو الو، السلام عليكم. هلا احمد. اي حياك الله. الله يحييك، الف مبروك. الله يبارك فيك، ما تقصر. الاول على الكويتيين احمد عبد السلام احمد العبد الكريم بالقسم العلمي بنسبه 99.86% من ثانويه جابر مبارك الصباح البنين. الحمد لله، الحمد لله لك يا رب. اول شيء احب اقول ان هذا نجاحي وانجازي انا حققته ان دل على شيء، فنيدل على ان دعم امي وابوي الحمد لله فضل سبحانه وتعالى هو اللي وصلني حق هالمكان. زياده على كذي اقول حق اخواني اللي الحين حاطين ايديهم على قلوبهم ينظرون لهم، الله يوفقكم ان شاء الله، وان شاء الله تاخذون اللي تبونه ويفرح اهاليكم فيكم ان شاء الله. واسمح لي بس احب اقول حق اللي سرب الامتحان بغض النظر من هو، يعني خاف ربك، اذا ما خاف ربك بنفسك بالطلبه حرام قاعد تبني مستقبلهم على باطل. ويعني بس يعني الله يوفقنا ان شاء الله. لا يهمك، هذه شواذ احمد، واحنا ان شاء الله نتعامل معاها. يهمنا طلبتنا المجدين والمخلصين والمتفانين واللي سهروا واللي تعبوا، واليوم نحتفل معاهم في هذا النجاح. نجاحك هو نجاح لنا كلنا، نجاح للكويت، تفخر بابنائها المتفوقين، ونتمنى لك ان شاء الله كل التوفيق
وأيضا في دراستك الجامعية إن شاء الله. الحمد لله إن شاء الله ما تكسر. ألف مبروك. ألف مبروك يا أحمد. الله يبارك. صالح سليمان العتيبي. سليمان اتفضل. الو الو ايمان العازمي. ايمان قطع الخط مع سليمان. ايمان العازمي. ايمان نعم. ايمان ايمان الثالثة. الو 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 نعم حياك الله. الله يحييك. من معنا؟ من معنا طال عمرك؟ أبو إيمان. معك مبارك العازمي والد إيمان. ونعم حياك الله. الله يسلمك طال عمرك. ومبروكين إن شاء الله. الله يبارك بعمرك ويجزاك خير ويرحم والديك إن شاء الله. إيمان الثالثة على الكويتيين بالقسم العلمي بنسبة 99.57%. الحمد لله الحمد لله. فضل الله سبحانه وتعالى وجبها واجتهادها يا معالي الوزير. نعم عسى الله يبلغك فيهم ان شاء الله ويبارك لك. الله يجزاكم خير ومشكورين على حرصك وعلى ابنائك المتفوقين. ونهدي في المناسبه تفوقها الى سيدي صاحب السمو ولي عهد الامين وحكومتنا الرشيده ولدوله الكويت الحبيبه. مشكورين والله يعطيك العافيه. بارك الله فيك. ايمان مبارك حمود العازمي من مدرسة لبنى بنت الحارث الثانوية البنات الثالثة على الكويتيين 99.57%. أيضا معنا اتصال من سلمان. سلمان خالد العتيبي. ألو 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 مو سلمان. مو سلمان. ألو بلقيس. ألو بلقيس. بلقيس حياك الله. سلام. سلام منو معنا؟ بلقيس يوسف الغانم. ونعم حياك الله يا بلقيس. بلقيس يوسف أنور الغانم من السالمية الثانوية البنات الرابعة الكويتيين 99.56%. ألف مبروك يا بلقيس. الله يبارك فيكم. مشكورين وإن شاء الله نتمنى لك كل التوفيق إن شاء الله. تسلمون والله مشكورين وإن شاء الله المزيد من النجاح والتفوق في الحياة الجامعية إن شاء الله. تسلمون والله مشكورين. أبي أشكر أمي وأبوي. يستاهلون. أول شيء أمي وأبوي أشكرهم وأشكركم. أشكر مدرستي وكل أحد ساهم نجاحي. يستاهلون يستاهلون. مشكورين حي. ألف ألف مبروك إن شاء الله. أوجه هذا النجاح أولا إلى منو؟ ألو محمد المطيري. ألو هلا ألو هلا هلا محمد. إينال حياك الله. رحيك. معنا محمد نادر محمد المطيري من ثانوية ابن العميد للبنين الرابع مكرر على الكويتيين 99.56% في القسم العلمي. ألف مبروك يا محمد. الله يبارك فيك ونتمنى لك إن شاء الله كل التوفيق. يعطيك العافية وإن شاء الله مزيد من النجاح والتفوق في الحياة الجامعية إن شاء الله. مشكور يعطيك العافية. أوجه تفضل. أوجه هذا النجاح أولا إلى صاحب سمو أمير البلاد. نعم صوت انقطع. ولي عهده وايضا الى مدرستي وناظر مدرسه استاذ ساجد ابو مضاحكه وجهود الوالدين يعطيهم العافيه على كانوا او اكثر العوامل على نجاحي. يستاهلون. بارك الله فيك. اتمنى لك كل التوفيق ان شاء الله يا محمد. ايضا معنا اتصال من امل الفضلي. الو 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 نعم حياك الله. هلا يا ابوي. الاخ عبد الله تفضل. الله بالخير. معك نايف الحجرف. ونعم اخوي احنا نبارك لك نجاح امل عبد الله معاش الفضلي. نعم الله يبارك فيك. التاسعة على الكويتيين بالقسم العلمي من ثانوية المنقى في البنات. الله يبارك فيك. بنسبة 99.36%. الله يبارك فيك وجزاك الله خير. ألف مبروك. الله يبلغك فيهم الله إن شاء الله. الله يبارك فيك. بارك الله فيك. الله يبارك فيك يرحم والديك جزاك الله خير. كل التوفيق إن شاء الله. الله يبارك فيك يرحم والديك جزاك الله خير. حياك الله. مع السلامة. أهلا وسهلا. مع السلامة. بعد معنا بعد الحين قاعد يتصلون. يعني جميل انه يعني يهدون نجاحهم لاهلهم ومدارسهم واداراتهم المدرسيه اللي كان لهم دور كبير يعني ايضا في هذا. نعم. التفوق الحقيقه تاكيد النجاح للجميع. نعم. اليوم موقف او شعور. نعم. ليس فقط مقصور على الطلبه. السلام عليكم.
الأولى على الأدبي. الأولى على الأدبي. السلام عليكم. السلام عليكم. سلام. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا يا سماء. أهلا بحضرتك. كل عام وأنت بخير. حضرتك بخير بألف صحة وسلامة. وألف مبروك. الله يبارك في حضرتك. عرفت النسبة؟ الحمد لله عرفتها. كم؟ 99 و53. 99 و52. سماء سامي محمد عبد المقصود الجنزوري من ثانوية المنقف للبنات مصرية الجنسية والأولى على الكويت بالقسم العلمي عفوا بالقسم الأدبي 99.52%. أهلا حضرتك. أنا أحب أشكر بجد صاحب السمو أمير البنات، وأحب أشكر والدي ووالدتي جدا جدا لأنهم بجد يعني وقفوا معايا وساعدوني جدا. نعم. وأحب أشكر المدرسات، أهم حاجة مدرستي بتاعت الفرنسي بجد يعني ساعدتني جدا. أحب أشكر مدام ريم. يلا ألف ألف مبروك ونجاحك نجاح للجميع، ونتمنى لك إن شاء الله كل التوفيق إن شاء الله. شكرا لحضرتك. مبارك الله فيك. ألو. ألو. حياك الله البندري. الله يحييك. مبروك. الله يبارك فيك. عرفت نسبتك؟ إيه. كم؟ 99.43. عافية. مبروك إن شاء الله، أتمنى لك كل التوفيق. معانا البندري سالم سعد الهاجري من ثانوية صباح السالم للبنات بنسبة 99.43، الثانية على الكويت بالقسم الأدبي والأولى على الكويتيين بالقسم الأدبي. الحمد لله، هذا فضل الله فضل والديني ومجهود مدرستي وكل شخص ساهم بنجاحي. يستاهلون. ألف مبروك. ألف مبروك. نعم. البندري منو اتصل فيك؟ ألو؟ صراحة مستكت معك. يلا معنا أبو الأخت سلمى. ألو؟ لخ عصام؟ أنا سلمى. أنت سلمى؟ أيوة. حياك الله يا سلمى. الله يخليك. ألف مبروك سلمى عصام. الله يبارك فيك. سلمى عصام الهادي علي الحملي. أيوة. نعم. ثانوية السالمية للبنات الثالثة على الكويت بالقسم الأدبي بنسبة 99.38%. الله يخليك. شكرا. ألف مبروك إن شاء الله يا سلمة. الله يبارك فيك. نتمنى لك كل التوفيق إن شاء الله. أيوة. نعم. حقيقة يعني يمكن خطوة جميلة يعني جدا عندما نرى القيادة العليا أيضا تساهم وتشارك في دعم الشباب وأيضا من يحصلون على هذه النتيجة. والآن الأغلبية الآن كل ما اتصل الوزير فعلا عندهم خبر، لأن سمو رئيس الوزراء معالي سمو رئيس الوزراء الحقيقة هو من قام بالاتصال وتبشيرهم. هذه خطوة جيدة وطيبة من وزارة التربية وأيضا من القيادة السياسية. طبعا حرص سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك على أن يتصل بالأوائل في مختلف الأقسام وأيضا في التربية الخاصة وأيضا التعليم الديني لإبلاغهم بنتائجهم وتفوقهم بشكل مباشر، ونحن نثمن عاليا هذه اللمسة من سمو رئيس مجلس الوزراء، والتي بلا شك تأتي تتويج لجهود الأخوان والأخوات في وزارة التربية الذين واصلوا العمل بشكل مستمر. معانا اتصال. ألو. السلام عليكم. عليكم السلام. الأخ عايد. نعم. حياك الله. معك نايف الحجرف. نعم والله حياك الله طلبنا. بارك الله فيك. مبارك لك ومبارك لأنفسنا نجاح بنتنا سارة عايد عشوي العنزي من ثانوية النوار بنتي مالك للبنات الخامسة على الكويت بالقسم الأدبي 99.28%، والثانية على الكويتين بالقسم الأدبي الثانية على الكويتين بالقسم الأدبي والخامسة على الكويت بالقسم الأدبي. ألف مبروك. الله يبارك فيك. أتمنى أشكر جميع مدرسات جنسي وأشكر كل مدرسة ساهمت في أنها توصل معلومة أو لبنتي، وأشكر والدتها بالذات لأنها ساهمت مساهمة كبيرة في تنشئة وصول البنت لمرحلها. ألف مبروك إن شاء الله. الله يبارك فيك. ومبارك للجميع إن شاء الله. الله يبارك فيك. مشكور. طال عمرك. مشكور. مع السلامة. إذن أيضا ما ننسى مع الوزير يعني أيضا
التكريم من قبل حضرة صاحب السمو أمير البلاد يعني استقباله لأبناء الفائزين والمحاصلين على النتائج الطيبة يعني أيضا تكريمهم الأوائل أيضا. معنا اتصال أيضا. ألو منو؟ من معنا؟ ألو السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ريم. حياك الله يا ريم. الله يخليك تسلم. معانا ريم جهاد كامل عمارنا من الفيحي الوطنية الأهلية البنات السابع على الكويت بالقسم الأدبي بنسبة 99.01. الحمد لله. ألف مبروك يا ريم. الله يبارك فيك. حياك الله. أتمنى لك كل التوفيق إن شاء الله. إن شاء الله. بس بدي أشكر عائلتي وأهلي وبابا وماما والأمير الله يخليه وولي عهد. بشكر حضرتك كمان تسلم كتير. من بلغت شريم؟ نعم. من بلغت؟ مين بلغني؟ هلأ اتصلوا علي. هلأ أول مرة عرفت. يلا ألف مبروك إن شاء الله. تسلم. ألف مبروك. الله يبارك فيك. توفيق إن شاء الله. إذا طبعا لا شك يعني الفرحة تعم الجميع الحقيقة والترقب أيضا للكثير من أبنائنا. وبالنسبة للنتائج دكتور يعني أيضا كيف يحصل عليها الآن أبنائنا الطلبة بعد الحين النتائج مهندسة هدى راحت أونلاين الحين على موقع وزارة التربية الآن كل النتائج موجودة استلام الشهادات قد إن شاء الله من المدارس راح يحصلون طلبة على نسختين نسخة بالشهادة باللغة العربية ونسخة باللغة الإنجليزية وأي شهادات أخرى أو صور طبق الأصل سيتم الحصول عليها من خلال المناطق التعليمية إن شاء الله بدءا من يوم الثلاثاء إن شاء الله. ألو محمد علي نور الدين. الو 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 السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله. اخ محمد مع حضرتك. اهلا نايف الحجرف معك. والنعم اهلا وسهلا انت نايف. حياك الله. مبارك لك نجاح بنتنا نور محمد علي نور الدين حلمي من مدرسه الاخلاص الاهليه الثانويه البنات الرابع الكويت في القسم الادبي بنسبه 99.33%. ما شاء الله. ربنا يخليك ويبارك فيك يا رب. الله يبارك الله فيك ان شاء الله. متشكرين جدا جدا. ربنا يبارك فيك. اتمنى كل التوفيق ان شاء الله النور ان شاء الله. الله يخليك. متشكر جدا. متشكر. ربنا يبارك فيك يا رب. الف مبروك ان شاء الله. الله يبارك فيك. الله يخليك. متشكر. مع السلامه. مع السلامه. يعني يمكن من الامور الجديده ايضا اصدار الشهادات باللغه الانجليزيه دكتور. طبعا راح يتم التقدم بطلب الحصول على النسخه طبق الاصل من خلال موقع الكتروني للوزاره. لو تطلعون لنا على الشاشة موقع الشهادات موقع نعم. ولأبنائنا الطلبة بإمكانهم من خلال الموقع الحصول أو تقديم طلب للحصول على شهادة طبق الأصل واستلامها من المناطق التعليمية إن شاء الله بدأ من يوم الاثنين إن شاء الله. هذا الموقع طلع أمامكم بالشاشة للحصول على نسخ طبق الأصل. دكتور المعهد الديني اللي انا قاعد يكون عليهم ما حد يرد عليهم ولا نعلن نتيجتهم. المعهد الديني قاعد يكون عليهم ما في جواب. المعهد الديني نتائج المعهد الديني الاول على الكويت محمد صفي الدين بن محمد من ماليزيا بنسبه 98.18%. الاول على الكويت في المعهد الديني محمد صفي الدين بن محمد من ماليزيا بنسبة 98.18%. والأولى على الكويتيين في المعهد الديني أسماء فؤاد العوضي بنسبة 97.73%. إذن الأول على الكويتيين الأول على الكويت في المعهد الديني محمد صفي الدين بن محمد من ماليزيا بنسبة 98.18. والأولى على الكويتيين في المعهد الديني أسماء فؤاد العوضي بنسبة 97.73%. أيضا لا يسعنا إلا أن نقدم الشكر والتقدير أيضا لكل العاملين في اللجان وأيضا في الكنترول الامتحانات. أيضا نشكر
الأستاذة مريم لوتيد وكيل وزارة التربية رئيس عام الامتحانات، كذلك الأستاذ بدر الفريح النائب الأول لرئيس نائب الامتحانات القسم الأدبي، والأستاذ فهد الغيص النائب الأول لرئيس عام الامتحانات القسم العلمي، واللي كان لهم أيضا دور كبير أيضا في متابعة عملية طبعا إعلان النتائج بالوقت المناسب الذي حددته معالي الوزير. الحقيقة بالفعل كان الموعد كما تفضل معالي الوزير بأيضا إعلان النتيجة واعتمادها، وتم الحمد لله بفضل الله سبحانه وتعالى هذا الأمر، ولازلنا نتواصل مع الأخوان والأخوات أيضا. ما أدري يعني إذا في أسماء أخرى عندكم ولا أعلن عن التعليم الخاص. التعليم الخاص الأول في التربية الخاصة اللي اتصلنا فيه حسن علي حسن سلامة، نعم، من الرجاء الثانوية البنين، لبنان، الجنسية 92.22%، والأولى على الكويتين تربية خاصة بالقسم العلمي نورة داود عبدالله الكندري، الرجاء الثانوية البنات في 87.41%. ايضا الحقيقه ايضا الشكر موصول لكل مدراء عموم المناطق الحقيقه اللي كانوا ايضا بالعمليه، وايضا متابعتهم لفتره الامتحانات وكذلك فتره تصحيح الامتحانات، والحقيقه يعني ايضا كان الوزير معهم اولا باول في المتابعه وتوفير الاجواء المناسبه لابنائنا لاداء امتحاناتهم، وهذا امر يعني ايضا يجب ان لا نغفل عنه، ونشكر الجميع جهودهم في هذه المرحله. طبعا الشكر لجميع الأخوة العاملين في اللجان، واللي أنا أعرف البعض منهم اليوم طلع من الكنترول بحدود الساعة 6:30 أو 9 الصبح، بالتأكيد جهد كبير ويشكرون عليه سواء في لجان الكنترول أو لجان الاختبارات. أيضا أحب أن أشكر الأخوة في قطاع الشؤون القانونية اللي كان لهم دور كبير معانا خلال امتحانات هذا العام، ومتابعة وعمل مستمر لكي تكون الأمور إن شاء الله في نصابها الصحيح. أشكر جميع المعلمين والمعلمات المخلصين والذين آمنوا برسالتهم المهمة وتفانوا في أدائها على أكمل وجه بصدق وبأمانة، لهم كل التحية وكل التقدير. أشكر جميع الأخوة والأخوات مدراء المدارس الذين باشروا أيضا وعملوا وتفانوا في عملهم، وأشكر كل من قام من الأخوات والأخوان والأخوات في التواجيه لمتابعتهم المستمرة وتحملهم الأيام أو فترة الاختبارات وما كان فيها حاجة هذه الفترة لمتابعة حثيثة. بالتأكيد الشكر خاص لجميع الأخوة والأخوات في وسائل الإعلام سواء المقروءة أو المسموعة أو المرئية، والذين كانت لمتابعتهم لأحداث وفعاليات وزارة التربية خلال فترة الاختبارات كل شكر والتقدير. وأيضا شكر موجه باسمي وباسم جميع الأخوة والأخوات في وزارة التربية وجميع أبنائنا وبناتنا في مدارس وزارة التربية إلى سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك الحمد الصباح، الذي حرص في بادرة من سموه هذا العام على التواصل مع الأوائل وأبلاغهم بنتائجهم بشكل شخصي ومباشر. نسأل الله التوفيق للجميع، ونسأل الله إن شاء الله أن يوفق ويسدد ويستمر النجاح والتفوق لأبنائنا الطلبة في دراستهم الجامعية. مقارنة دكتور بس العام الماضي والسنة احنا أعلننا القسم الأدبي، أعلننا القسم الأدبي وأعلننا النسبة الديني وأعلننا القسم النسبة مرتفعة يعني السنة أحسن من الأعوام الماضية، يعني النسبة إن شاء الله تعكس الأداء الحقيقي في هذا العام إن شاء الله. أيضا دورنا نشكر كل القائمين على الامتحانات، وأيضا لا يسعنا إلا أن نشكر معالي وزير التربية وزير التعليم العالي الدكتور نايف فلاح مبارك الحجرف على يعني هذا الجو الأسري والتربوي اللي عشناه فعلا، ونبارك مرة أخرى لأبنائنا وبناتنا الطلبة والطالبات ولأهاليهم، ونبارك لأبنهم العزيز الكويت
دائما ومن خلال تعزيز المنظومة التعليمية إلى خدمة الوطن العزيز، الوطن الذي لم يبخل يوما على أبنائه، الوطن الذي آمن بالعلم كمنطلق ومحور لأي تنمية، وبالتالي هو الاستثمار الأمثل والاستثمار الحقيقي، والذي نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعين جميع الأخوة والأخوات في وزارة التربية على النهوض بأعباء هذه المسؤولية، وأن تكون إن شاء الله بما يعكس الوجه المشرق لهذه المنظومة نحو الارتقاء بأبنائنا وبناتنا الطلبة من خلال المعلومة والعلم والمعرفة، والتي نسأل الله أن نوفق جميعا خدمة للوطن، خدمة للكويت، والذي نسأل الله سبحانه وتعالى ونحن مقبلون على شهر رمضان المبارك أن يعيد هذه المناسبة على الجميع بالخير واليمن والأمان والبركات، والكويت دائما ترفل بأثواب العز والسؤدد والفخر بأبنائها المتفوقين، وأن يعيد الله دائما هذه المناسبة والكويت بخير وشعبها وأهلها بخير في قيادة حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه، وسمو ولي عهده الأمين الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح حفظه الله، وأن يكون إن شاء الله شهر المبارك شهر خير ومحبة وسلام على جميع الأمة العربية والإسلامية، وكل عام والجميع بخير. أعزائي المشاهدين، أعزائي المشاهدين، الشكر أيضا خاص من وزارة الإعلام ممثلة بتلفزيون وإذاعة دولة الكويت على أيضا هذا النقل المباشر. أيضا التحية موصولة لأخونا المخرج سليمان الخراز الذي كان وراء هذه الجهود الإعلامية المنقولة على الهواء مباشرة. شاكرين لكم ومباركين لأبنائنا، ودائما على الخير والمحبة نلتقي. شكرا لكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.